اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح، والفيديو ده هتكلم فيه عن اللونج فوليومز. بكل بساطه احنا بندرس اللونج فوليومز عشان نفهم اللونج كاباسيتس اللي بنستخدمها عشان نفهم البلمونري فانكشن تيست اللي هنستخدمها عشان نفرق بين الاوبستراكتيف والريستريكتيف لونج ديزيز. فاهميني؟ يعني الاوبستراكتيف والريستريكتيف لونج ديزيز ده المين بالك في الباثولوجي بتاع شابتر البلمونولوجي. فعشان نفهم اللنج فانكشن او البلمونري فانكشن تيست محتاجين نفهم اللنج فوليومز. فانا عندي دي كده اللنج. طيب انا عندي كميه الهواء، اول حاجه خالص يعني كميه الهواء اللي بتدخل اللنج اثناء النورمال انسبيريشن او بتطلع من اللنج اثناء النورمال اكسبيريشن اسمها تايدال فوليوم. يبقى التايدال فوليوم دلوقتي انت قاعد ما بتعملش مجهود، مفيش عندك ريسبيراتوري ستريس، مش بتعمل اكسرسايز، فكميه الهواء اللي انت بتاخدها في النفس اثناء النورمال انسبيريشن او بتطلعها من اللونج اثناء النورمال اكسبيريشن اسمها التايدال فوليوم. تمام، التايدال فوليوم. يبقى اذا التايدال فوليوم ده نورمال، تمام، نورمال انسبيريشن اور نورمال اكسبيريشن، لان الاثنين بيساووا بعض. تمام، طب لو انت خدت شويه هواء فوق النورمال اثناء الانسبيريشن، يعني بعد ما خدت التايدال فوليوم، انا خدت التايدال فوليوم اهو، خدت كمان شويه هواء فوق التايدال فوليوم اثناء الانسبيريشن بالشكل ده، تمام، اسمهم الانسبيراتوري ريسيرف فوليوم. تمام، فلو وصلنا لتعريف كده الانسبيراتوري ريسيرف فوليوم is the amount of air that can be inspired over and above the tidal volume. يعني بعد ما عملت النورمال اللي هو التايدال فوليوم خدت كميه هواء فوقه، فده اسمه انسبيراتوري ريسيرف فوليوم. ولكن الانسبيراتوري ريسيرف فوليوم ده مش حاجه طبيعيه، يعني انت مش هتبقى قاعد كده ما بتعملش اي مجهود او حاجه ومره واحده تقوم عامل كده، ده مش حاجه طبيعيه. فبالتالي الانسبيراتوري ريسيرف فوليوم يا دكاتره يعني بنشوفه اثناء الاكسرسايز والريسبيراتوري ديستريس، يعني اما يكون في اوبستراكشن او ما يكون الشخص ده بيعمل اكسرسايز في الجيم او كده. طيب فبالتالي برضو الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم كميه الهواء اللي هتطلع من اللونج بعد ما تطلع التايدال فوليوم. يعني حضرتك قاعد برضو في النورمال اهو، طلعت الفي تي اللي هو التايدال فوليوم، بعد ما طلعت الفي تي ممكن تعمل كده، فطلعت كميه هواء بعد التايدال فوليوم دي اسمها اكسبيراتوري ريسيرف فوليوم. يبقى اذا الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم دي كميه الهواء اللي هتطلع في الاكسبيريشن بعد التايدال فوليوم. تمام، طيب عندي بعد كده الريسيدوال فوليوم. ماشي، الريسيدوال فوليوم ده بقى كميه الهواء اللي بتبقى موجوده في اللونج اللي مش هتطلع حتى لو عملت فورسد اكسبيريشن. يعني لو حضرتك عملت فورسد اكسبيريشن برضو الريسيدوال فوليوم ده مش هيطلع. ليه؟ ده شويه هواء كده بتبقوا في اللونج عشان يخلوا الالفيولاي عندي في اللونج بيتنت، عشان ما يحصلش كولابس الالفيولاي. تمام، يعني اذا كميه الهواء اللي متبقيه في اللونج بعد الفورسد اكسبيريشن، يعني بعد ما حضرتك طلعت التايدال فوليوم والاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم، بقول عليها الريسيدوال فوليوم. تمام، الريسيدوال فوليوم ده ما بقدرش اقيسه بالسبايرومتري، عشان كده كل اللونج كاباسيتيز اللي مشارك فيها الريسيدوال فوليوم مش هينفع اقيسه بالسبايرومتري. تمام يا دكاتره، يبقى تاني كده التايدال فوليوم هو كميه الهواء اللي هتطلع في الاكسبيريشن في النورمال او بتدخل اللونج في الانسبيريشن في النورمال. عندي الانسبيراتوري ريسيرف فوليوم كميه الهواء اللي هتطلع فوق النورمال اثناء الانسبيريشن، اما الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم كميه الهواء اللي هتطلع من اللونج بعد ما تطلع التايدال فوليوم اثناء الاكسبيريشن، الريسيدوال فوليوم كميه الهواء اللي متبقيه في اللونج اللي بتحافظ على الالفيولاي بيتنت عشان لما حضرتك تيجي تاخد نفس تاني. ما هو اللونج بتعمل انسبيريشن واكسبيريشن، يعني مش هتاخد نفس وتبطل الفانكشن بتاعتها. فاهمني؟ فبالتالي انا لو طلعت الريسيدوال فوليوم من الالفيولاي، الالفيولاي هيحصل لها كولابس، فما اجي اعمل انسبيريشن تاني هبذل مجهود كبير عشان افتح الالفيولاي دي. بالظبط كده زي ما يكون معاك بالونه، فكل ما بتيجي تنفخ البالونه دي في البدايه بتاخد مجهود عشان يعني تنفخها بشكل طبيعي يعني. طيب في معلومه عايز اوضحها، ان اللونج وانت قاعد ما بتعملش اي مجهود، يعني في الطبيعي كده وانت ما بتعملش مجهود، موجود جواها الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم والريسيدوال فوليوم. تمام، يعني التو فوليومز دول موجودين في الطبيعي جوه اللونج. طيب الريسيدوال فوليوم احنا عرفنا وظيفته ان هو هيخلي الالفيولاي يعني بيتنت عشان ما يحصلهاش كولابس.
طب الاكسبيراتوري سيلف فوليوم ده وظيفته ايه؟ طيب تخيل حضرتك معايا كده، حضرتك دلوقتي بتعمل اكسبيريشن، بتطلع الهواء اللي موجود في اللونج، المفروض ان كل حته في الجسم لازم يوصل لها اكسجين. يعني وانت بتعمل اكسبيريشن الجاز اكستشينج شغال عندك جوه اللونج، وانت بتعمل اكسبيريشن الجاز اكستشينج شغال جوه اللونج. مين اللي بيعمل جاز اكستشينج طالما انت بتعمل اكسبيريشن؟ الاكسبيراتوري سيلف فوليوم، كميه الهواء اللي انت محوشها كده جوه اللونج عشان تعمل جاز اكستشينج اثناء ما انت بتعمل اكسبيريشن. تمام؟ يعني تخيل ان انت كل ما تيجي تعمل اكسبيريشن توقف الجاز اكستشينج عضو مثلا زي البرين، يعني كمان شويه كده ساعتين ثلاثه ويحصل له اسكيميا ويضيع يعني، فاهمني؟ فاذا وظيفه الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم ان هو يعمل جاز اكستشينج في الفتره اللي حضرتك بتعمل فيها اكسبيريشن. تمام؟ هو الفوليوم بتاعه موجود في اللنج ثابت، ولكن المحتوى اللي بيتغير. يعني عشان بس ايه ما حدش يفهم حاجه غلط دلوقتي، انت بتقول اكسبيراتوري ريسيرف فوليوم موجود جوه اللنج على طول، ما بيطلعش الا لو عملت فرصه اكسبيريشن. طب بالنسبه لكميه الاكسجين الموجوده فيه، ما انا بعمل لها جاز اكستشينج، يعني ما بيدخل جاز هواء جديد اثناء الانسبيريشن، باخد بقى الهواء القديم اللي موجود اللي شاغل حيز الاكسبيراتوري سيرف فوليوم واطلعه واحط بداله هواء جديد. فاذا ده وظيفته ان هو يعمل جاز اكستشينج اثناء الاكسبيريشن. ده كده. طب ايه الفرق بين الريسيدوال فوليوم والاكسبيراتوري سيرف فوليوم؟ الفرق ما بينهم ان الاكسبيراتوري سيرف فوليوم بيطلع بالفورسد اكسبيريشن، ولكن الريسيدوال فوليوم ما بيطلعش بالفورسد اكسبيريشن. ده بالنسبه لللونج فوليومز.